وين ما تروحون تشوفون كاميرا ستارز اون يو تي في حاضرة، هالمرة من بيروت. رافقنا النجم المصري محمد عطية بكواليس تصوير فيلم الجديد ضيوف شرف اللي دا يصاروا الأول مرة بلبنان ويا مجموعة من نجوم الدراما اللبنانية. محمد عطية رفض ينطينا تفاصيل عن دوره خوفاً من المخرج، وبخفة دمه شرح لنا عن العمل والدور. الله يبارك فيك. الأول هو الدور ما اقدرش اقول تفاصيل عنه عشان المخرج ممكن يضربنا. بس هو الفكرة ان الدور لايت، الفيلم كله لايت كوميدي، من الأفلام اللي هي تحس ان هي أفلام اللي ممكن تفضل موجودة تتفرج عليها في أي وقت، زي أفلام أدم ساندر اللي هي اللايت كوميدي العائلية اللي تدخل تنبسط ومش هتتضايق من حاجة. ودوري مش كوميدي كوميدي ولا جد جد، في تفاصيل لطيفة في النص. التجربة دي بالنسبة لي الميزة فيها إن أنا أقدر أخرج منها على أكشن أو دراما وأخرج منها على كوميدي، لأن هو مش زي قبل كده. التجربة اللي كده عندي كانت كوميدي بس، فده مش كوميدي بس، ده لايت كوميدي. وانا بقول لك هو الفيلم اعتقد ان هو من الافلام اللي لو بتقلبي في اي محطه ولقيتيها بالصدفه هتتفرج عليه، يعني مش هتزهقي منه. شنو سر تواجدك الكبير بهالفتره الاخيره بلبنان وسبب اللقاءات الهوايه بينك وبين الملحن رامي الشافعي؟ لبنان، انا بحب لبنان من زمان يعني، وبلد قريبه من قلبي جدا. رامي بنشتغل مع بعض، انا بكتب اغاني وهو ملحن شاطر جدا، ففي تعاونات بيننا كتير، عاملين كذا أغنية مع بعض والأسماء كبيرة وهتنزل قريب. في حد دخل علينا دلوقتي؟ يلا شي بيقوله ما تصدقوا، أوكي؟ هيدا كذب بس. بس معجبين يا جماعة، نعمل إيه؟ فؤاد يمين معجب بيه من هو صغير. واضح أنك أنت والممثل فؤاد يمين علاقتكم كلش حلوة، وأكو صداقة قديمة بيناتكم، صحيح؟ فؤاد احنا اصحاب من قبل التصوير بكتير، ومن اعز اصدقائي، واول مره نشتغل سوا، فانت مش فاهمه انا مبسوط ازاي ان احنا بنشتغل سوا مع بعض. احنا اصحاب جدا جدا، وبنتفق فكريا جدا من اكتر. وبعدين فؤاد على المستوى الشخصي من اكتر الناس المحترمين اللي قابلتهم في حياتي، غير ان هو فنيا من الناس اللي يكتب ويلحن ويمثل ويرتجل، رائع 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 يعني. خلونا نشوف راي فؤاد بالعمل الجديد. سو الفيلم من كتابه اخراج سامي كوجان، انتاج دي تو بيكتشرز. الموضوع الجورنال تبعه طبعا فيه كتير تفاصيل، هو مجموعة عائلة وأصحاب بيلتقوا لتحضير عرس. سو بكرة العرس بيلتقوا قبل بليل عم يعملوا السهرة، وتاني نهار العرس. بس الغريب اللي بيصير إنه العلاقات بيناتهم بتصير تنكشف شوي شوي، وبيطلع في كتير أمور مخفية بتصير تنفضح بهاليومين وبتخبص الدنيا. حلو موضوع الفيلم. خلينا نشوف البطلة ستيفانية عطالله شنو رأيها بالمشروع. أهلا وسهلا فيكم على السات. عم نصور فيلم ضيوف شرف، اسمي أمل بالفيلم، وأمل بنت قاطعة إذا بدك بحياتها هيك بأشياء، يعني بتبلش القصة بكون أنا بمصح عقلي، وبتخلص القصة مثل ما شايفتين لابسة هالفستان ورايحة على عرس. فما في كتير خبلك تفاصيل، بس نفسياً أمل هيك تقطع بكتير أشياء. بس ما بدنا ننسى أنه نحن عم نعمل فيلم لايت كوميدي وفيه شوية رومانس، فجو كتير كتير لذيذ. حمستينا يا ستيفاني. فيلم غريب غريب كتير، بس يعني أنا بحب السكريبت اللي بيكون أول مرة قاري هيك شيء، وبشوف حالي بكاركتر معقد شوي، فمبسوطة كتير. المميز بيك يا ستيفاني إنك كلش طبيعية ومحافظة على بساطة اللوك، ده تقصدين هذا الشيء؟ بتعرفي صعب كتير، لأنه نحن في موضوع ما بنحكي فيه لمسلات نفسياً بصعبة مسيرتنا، لأنه نحن أكيد we're on TV، وإذا نحن مش on TV على الشاشة الكبيرة السينما، يعني حيالله نقطة بوجهك بتشوفيها هالقد، ونحن إنه الإنسان ضعيف. أنا إذا على السوشيال ميديا عم شوف حدا غيري مثلا بقول هي أحلى، هي أضعف، هي أطول، هي الإنسان ضعيف، كيف إذا الضو دايماً عليك؟ هلأ أنا بشتغل على أنه دايماً حب حالي مثل ما أنا، الوضع مش كتير هين كل يوم، بس أنا أكيد مع أنه كلنا نحب حالنا بالبوزيتيف والنيجاتيف اللي موجود فينا من جوا ومن برا. ده تفكرين تسوين عمليات تجميل ويا الوقت؟ لو تخافين من الفكرة؟ شوفي أنا بأمن أنه ما حدا بيعرف بعدين كيف رح يصير، ما نحن كتير تغيرنا بالحياة، أنه أنا بلشت حدا كتير خجول ما بعرف أقول كلمتين على بعضهم، وهلأ صرت ممثلة، معقول لقدام أتغير وصير حب غير أشياء وزوقي يتعدل. هلأ أنا بحترم كل البنات اللي هن بيعدلوا بشكلهم لحتى يحبوا حالهم أكتر، مش لحتى أنت لرغبة الجمهور ولا لرغبة حدا. أنت إذا بينك بين حالك مقتنعة أنه أنا شكلي هيك بحبه أكتر، هيدا الصح، هاي هي الحياة، أنه أنت تحبي حالك وتكوني عايشة مرتاحة ومبسوطة. أول شيء الشغل مع سامي كتير حلو، قد ما هو رواء بنقعد نشتغل على الناس قبل ورايق، وكتير الجو بيكون هيك كتير لذيذ على السات، وما في تأخير وعطول على الوقت، هيدي كتير قليل تتلاقيها. يعني دوري بالفيلم ريم، هن فيها الأختين أمل وريم، وريم عرسة هلأ، يعني
تاني نهار وفي شيء رح يصير بهالعرس. أنا بلعب دور مازن. مازن هيدا عرسه، الموفي إز أباوت عرسه لمازن والعائلة تبعه والمشاكل اللي عم بتصير مع مازن والعائلة. ومازن is a very open and very happy and giving character، وبس عتلين هم الوضع كله ما يتأذى، ما يصير في شيء يقطع العرس على خير، بس كرمال يقدر يتجوز and move on بحياته. والختام ويا مخرج وكاتب الفيلم سامي كوجان اللي ممكن يشرح لنا أكثر عن التجربة الجديدة. الفيلم اسمه ضيوف شرف، كتابته وإخراجي وإنتاج ديتو بيكتشرز. الفيلم هو قصة شوي بتزعل بس معمولة بإطار كوميدي، ومعي كاست كتير مهضوم very professional كأكترز وكتير شاطرين بالكوميدي، عم بيعطوني شيء زيادة عن السكريبت اللي كاتبه، فهذا الشيء بيخليني كتير مبسوط كمخرج. الكيمستري تبع الممثلين كتير حلو كتير حلو، يعني ثلاث أرباعهم أصحاب هني من قبل وهني عرفوني على بعض، وفي ناس جداد كمان بس كلهم فاتوا مع بعض، وعطول في بوزيتيف انرجي بالكاست وبالكرو، يعني عم نخلص تصوير مرتاحين بنرجع بنكفي بنروح محل نقعد مع بعض مبسوطين يعني، وكلنا محمسين على التصوير لانه ما كتير عم نتاخر عم نتسلى كتير، وكل واحد حافظ شو بده يعمل ككاست وككرو، فالحمد لله يعني زمطنا فيها. بالتوفيق لكم وان شاء الله تشوفون النجاح بصالات السينما.